للمرة الـ41 خلال 31 عاما يلتقي رؤساء الأندية السعودية في الولايات المتحدة لاستعراض نجاحات المبتعثين ومناقشة أبرز التحديات التي تواجههم، خاصة في هذه المرحلة التي تمر فيها السعودية بهجمات إعلامية شرسة. تهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو سفير خادم الحرمين الشريفين بمناسبة انعقاد اللقاء 41 لرؤساء الأندية الطلابية في الولايات المتحدة الأمريكية. تعرف الأندية الطلابية في الولايات المتحدة الأمريكية هي عدد كبير من الأندية الطلابية، تجاوز 300 نادي طلابي سعودي، وتجربتنا في الولايات المتحدة تختلف عن أي مكان. أكثر من 300 ناد في الولايات المتحدة تسعى لإدارة وتيسير شؤون السعوديين بكل أصنافهم، وفي الوقت نفسه تحاول أن تبلور صورة ثقافية راقية في أوساط المجتمع الأمريكي لتعكس التصور الإسلامي الحضاري والثقافة السعودية العتيقة، وتسعى الملحقية تكريم الأندية المتميزة بشكل سنوي على مستوى كل الولايات. أبرز فعالية شاركنا فيها اللي هي فيلم وحي 360، كان عن طريق عرض فيلم عن الحرم المكي، يستطيع المشاهد أن يستخدم النظارة الافتراضية ويشاهد الحرم المكي وكأنه داخل الحرم المكي، يستطيع أن يشاهد جموع الحجاج مع تعليق صوتي بالإنجليزي باللغة الإنجليزية. فلاقى صدى في الجامعة إلى درجة أنه طلبنا في أكثر من إدارة في الجامعة أنه يعرض مرة ثانية، المعهد معاهد اللغة أيضا طلبتنا أنه يعرض هذا الفيلم. الأندية السعودية في أمريكا تحظى بدعم كبير من الملحقية الثقافية وكذلك من بعض المؤسسات التطويرية والشبابية كمؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية مسك وبعض مؤسسات القطاع الخاص كالخطوط السعودية، وفي الوقت نفسه استطاع المبتعثون أنفسهم توفير احتياجاتهم الأكاديمية والخدمية والإعلامية. مجموعة السعوديين في أمريكا مجموعة تطوعية طلابية تأسست عام 2008 واستمرت إلى اليوم، تقدم خدماتها للطلاب والمبتعثين والمرافقين وأيضا للمرضى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا المجموعة عندها تشتغل على البلاتفورمز اللي السوشيال ميديا. نحن موجودين هنا لندعم الطلاب الموجودين هنا في أمريكا، ندعم بالحوافز بالهدايا، نعطيهم التذاكر مجانية، في أي أسئلة يواجهوا فيها نجاوب لهم عليها. تخلل الاجتماع عدد من اللقاءات والحوارات المفتوحة مع مسؤولي السفارة السعودية وبعض ورش العمل التطويرية. شباب يتقد بالمهارة والمعرفة، هذا ما يثبته المبتعثون هنا في أمريكا في كل مرة، ويبقى التحدي الأكبر هو ما مدى الفرص التي تنتظر كل هؤلاء. للإخباري أحمد القرني، واشنطن.